حماس أمام منعطف تاريخي جديد بعد نحو 6 سنوات من تعديل ميثاقها السياسي وقبولها بحدود 67. تصريبات عن خطة لتشكيل حكومة فلسطينية موحدة من التكنوقراط في الضفة والقطاع، بينما يضع الرئيس محمود عباس منذ الآن شروط انضمام الحركة إلى منظمة التحرير. فهل تتخلى حماس عن خيار العمل المسلح وتقبل باتفاق أوسلو تحت مظلة واحدة لإنهاء الانقسام؟ وماذا عن الاعتراف بإسرائيل؟ على مدار الأيام الماضية تناوب الرئيس محمود عباس ووفود من حماس على زيارة القاهرة والدوحة ضمن رحلات مكوكية تتجاوز الإقليم إلى عواصم القرار العالمية، بينما انتشرت تسريبات أخرى عن إعداد المجموعة العربية بقيادة السعودية رؤية شاملة للتسوية السياسية. فهل يعبد مشروع حكومة التكنوقراط طريق الفلسطينيين الطويل نحو حلم الدولة؟ وما هو موقع حماس منها في تصورات واشنطن وتل أبيب؟ هذا ما أسلط عليه الضوء في حلقة هذا الأسبوع من على الحدود. مساء الخير. أنتم أيضا يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرابط الشرق.com/فوت والإجابة عن سؤال استطلاعنا، السؤال: هل تشارك حماس في حكومة فلسطينية موحدة لإنهاء هذه الحرب في غزة؟ بنعم أو لا بحسب مشاركاتكم. 9% قالوا لا، و 91% نظرة تفاؤلية قالوا نعم. لمناقشة ملف هذا الأسبوع من على الحدود أرحب بالضيوف الكرام. من القاهرة عضو المكتب السياسي بحركة حماس الدكتور غازي حمد، أهلا وسهلا بك، شكرا على وجودك. من رام الله القيادي في حركة فتح السيد منير الجاغوب، مرحبا بك. من القاهرة رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور سمير غطاس، مرحبا بك. أرحب بالجميع وأبدأ هذا النقاش ولكن بعد هذا العرض الآن حول أبرز التصريحات والتسريبات بشأن هذه الحكومة، حكومة التكنوقراط المنتظرة، نتابع لو سمحتم. إذن تابعنا أبرز التصريحات والجهود بهذا الصدد. أبدأ نقاش مع الضيوف جميعا، أرحب بكم. أبدأ معك ضيفي الكريم دكتور غازي حمد لأسأل حضرتك. الآن قطر نقلت للرئيس الفلسطيني كما تابعنا موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة الإعمار، إعادة الأمن، كل ذلك نتحدث بعد الحرب. سؤالي: هل ستوافق حماس على مرشح الرئيس محمود عباس لرئاسة هذه الحكومة؟ نتحدث عن مستشار في البنك الدولي دكتور محمد مصطفى. نبدأ من رئيس الحكومة لو تكرمت. يعني أولا أنا أعتقد أنه كل شيء بيصير بنوع من التوافق الوطني، وأنا أعتقد هذا هو صمام الأمان، سواء كان فيما يتعلق بمنظمة التحرير أو إعادة النظام السياسي أو تشكيل حكومة أو أي إجراءات أخرى. الخط الأحمر لدينا نحن لا نريد أن يكون هناك أي تدخل أو فرض إسرائيلي أو أمريكي أجندة على شعبنا الفلسطيني. لذلك نحن طرحنا في حركة حماس أننا مستعدون لمعالجة القضية الوطنية بشكل عام. طبعا ليست هذه الأول مرة، نحن ذهبنا إلى الدوحة وذهبنا إلى الجزائر مع أخواننا في حركة فتح وتوافقنا على كثير من القضايا، لكن للأسف لم يتم هناك في تطبيق
لما تم الاتفاق عليه، يعني خاصة آخر مرة كان في مبادرة الرئيس الجزائري التي وافقنا عليها بشكل كامل، وتراجع عنها الرئيس أبو مازن في آخر لحظة، وكانت تنص على إعادة تشكيل النظام السياسي وكذلك منظمة التحرير. نحن ليس لدينا مشكلة أن يتم توافق على ترتيب كل الوطن البيت الفلسطيني بما في منظمة التحرير والنظام السياسي والسلطة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية بتوافق وطني، وهذه أنا أعتقد هي القاعدة التي يجب أن نلتزم، سواء كانت حكومة بمرجعية وطنية بمرجعية فصائلية حكومة تكنوقراط، نحن ليس لدينا مشكلة أن تكون هناك خيارات متعددة إذا كانت هذه الحكومة نابعة عن توافق وطني فلسطيني تؤدي الغرض والمطلوب والمصلحة الوطنية الفلسطينية، ولا تخضع لأي اجتهادات أو أجندة إسرائيلية أو أمريكية ضد مصالح شعبنا الفلسطيني. يعني دكتور غازي، هل وافقتم على هذه الحكومة، حكومة تكنوقراط كما تقول حضرتك، أنه يجب أن تكون يعني وفق مصالحة وفق توافق وطني؟ هل تمت الموافقة والآن باقي التفاصيل، أم أنه يعني لم تتحدثوا عن الموافقة بشكل واضح وصريح؟ لا لا، احنا تحدثنا بشكل واضح، ما عندنا اي مشكله في تركيبه الحكومه، سميها تكنوقراط سميها حكومه وفاق وطني، المهم انه هذه الحكومه تكون قادره ولديها الامكانيات والقدره على ان تقوم بواجباتها في توفير مصالح الشعب الفلسطيني في الضفه الغربيه وقطاع غزه، وكذلك اوضح في موضوع اعاده الاعمار، وان تكون مقبوله من الشعب الفلسطيني. طب هل كما ستوافقون قلت على الدخول هذه المبدئي؟ النقاط الاساسيه. هل ستوافقون على الدخول يعني مبدئيا بمنظمة التحرير الفلسطينية وفق أي شروط؟ احنا وافقنا قبل ذلك، ليست المرة الأولى، نحن قلنا نحن على استعداد أن نذهب إلى منظمة التحرير، لكن بدي أقولها بشكل واضح، احنا لا نريد أن نذهب إلى بيت خرب. منظمة التحرير قد يعني بديش أقول دمرت وأفرغت من مضمونها من سنوات طويلة ولم يعد لها دور، وقد يعني دخلت في جناح السلطة الفلسطينية ولم يعد لها الدور والتأثير، لذلك ما طلبنا به أكثر من مرة نحن وإخواننا في كل الفصائل الفلسطينية أن منظمة التحرير يجب أن تكون الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لكن يجب إعادة بناها حتى تكون بالفعل على قدر المسؤولية، سواء على مستوى الهيكل الإداري سواء كان على مستوى البرنامج السياسي. يعني مثلا أنت بتتكلم أنه برنامج منظمة التحرير هو اتفاقية أوسلو، وأنا أعتقد إخنا وكل الفصائل وإخواننا حتى في حركة فتح وصلوا إلى قناعة أنه اتفاق أوسلو بعد 30 عاما قد وصل إلى طريق مسدود، لذلك لا يمكن اليوم أن نذهب إلى منظمة التحرير تحت مظلة اتفاق أوسلو، لأنه ثبت فشله وأنه لم يؤدي أي فائدة فلسطينية ولم يؤدي إلى أي إنجاز فلسطيني، وبالتالي نحن دعونا إلى إعادة إصلاح منظمة التحرير حتى تكون بالفعل البيت الوطني الفلسطيني لكل فصائل منظمة التحرير والحماس والجهاد الإسلامي، وأن تقوم بدورها. لذلك المسألة ليست مسألة احتكار، لا، أنا كما قلت هذا الأمر يحتاج إلى توافق وطني ويحتاج إلى رؤية سياسية، لأنه صراحة تجربة في السنوات الماضية لا نريد أن نضيع كمان 30 سنة في مفاوضات عبثية لم توصلنا إلى شيء، لذلك هذه المنظمة والنظام السياسي هو ليس لا لحماس ولا لفتح ولا لفصيل، وإنما هو نتاج مجموع وتوافق وطني فلسطيني كما دعونا إليه دائما. أسألك سيد منير، في ضوء ما يتحدث عنه دكتور غازي حمد بأنه منظمة التحرير أفرغت من محتواها وأنه حتى الآن لا يوجد رؤية موحدة وتحتاج المنظمة إلى إعادة هيكلة، ما الذي ستقدمه منظمة التحرير في هذه الفترة؟ أو يعني تحدث عن الرئيس عباس يتحدث عن خطوات من أجل الحديث عن هذه الحكومة، حكومة تكنوقراط، إذا كانت في ضوء ما يقول سيد غازي حمد فأين الأفق؟ يعني ما زلنا نتحدث عن نفس المشاكل منذ البداية. أبدا لا يوجد أي مشاكل، منظمة التحرير تعترف فيها 132 دولة، أفرغت من مضمونها، ما هو مضمونها؟ هي بيت جامع للفلسطينيين وليست بيت طارد للفلسطينيين، هي ممثلهم الشرعي والوحيد، هي التي يعترف فيها كل العالم، بالتالي هي بحاجة إلى ترتيبات معينة وليست أفرغت من محتواها كما يتحدث أخونا غازي حمد وكأنها ذريعة لإسقاط حتى التمثيل الأخير للفلسطينيين والذي يقع على عاتقنا جميعا أن نحافظ عليه ليبقى البيت المعنوي للكل الفلسطيني سواء اتفقنا بداخله أو لم نتفق، يجب أن يبقى هذا الاعتراف الدولي الذي حصلنا عليه تحت مظلة هذه المنظمة هو الذي يجمع الفلسطينيين. إذا نريد أن نسقط المنظمة ونريد أن نسقط السلطة الفلسطينية، ومن أين سوف نبدأ؟
هل نبدأ من الصفر لبناء أنفسنا؟ يوجد بيت فلسطيني يجمع الكل الفلسطيني، قطع شوطا كبيرا منذ عام 64 وحتى هذه اللحظة، يعترف فيه كل العالم، صنع اتفاقيات سواء اتفاقيات أوسلو أو اتفاقيات أخرى. هذه الاتفاقيات أدخلت جزء من الشعب الفلسطيني إلى الأرض الفلسطينية. هذه الاتفاقيات أسست لنواة الدولة. حتى الآن العالم وهو يتحدث عن الدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية جاء نتاج جهد منظمة التحرير، وهو القرار الذي جاء عام 2012 بأن فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة. والآن العالم يريد أن يعترف في فلسطين عضو كامل العضوية في مجلس الأمن بناء على طلبات من منظمة التحرير الفلسطينية. بالتالي نحن لم نبدأ من الصفر، أو لا يجوز أن نعود إلى الصفر ونبدأ نتحدث عن شيء جديد ونقول أفرغت من محتواها. يعني يجب علينا أن نحافظ على هذا البيت، ألا نضرب سكاكين في ظهره، وألا نطعن أنفسنا، أن نطعن بعضنا البعض. طيب. من الخلف يجب أن نحافظ على هذا البيت مهما اختلفنا، مهما تبددت وجهات النظر، مهما ابتعدت. يجب أن يكون هناك خط أحمر له علاقة بالحفاظ على المنجزات الوطنية الفلسطينية. وبالمناسبة يا أخي غازي، يعني كمان يعني ما أنجزته منظمة التحرير كبير ومهم، وما تنجز الفصائل الفلسطينية كبير ومهم. يجب أن لا نفرغ بعضنا البعض من محتوانا الوطني ومن إنجازاتنا الوطنية، ويجب أن نكون إلى جنب بعضنا البعض في هذه الأوقات الصعبة والمحن الصعبة وهذا العدو الذي يتربص في الكل الفلسطيني، ولا نعطي فرصة للشيطان أو للعدو أن يدخل ما بيننا وأن يتلاعب بأوراق قوتنا. وأيضا أنا أقول لك يا أخي غازي، يجب أيضا على الدول الإقليمية أن لا تتدخل في الموضوع الفلسطيني. يجب أن يكون فلسطيني فلسطيني بحت. عندما تقول الدول الإقليمية، عن من نتحدث؟ أنا أتحدث عن أي دولة إقليمية تحاول أن تشوش العلاقات الفلسطينية الداخلية. يعني من تتحدث، عن دول غربية أو دول عربية؟ دول عربية، دول غربية، الولايات المتحدة، إيران، أي دولة. طيب. تحاول أن تشوش وتتلاعب في الورقة الفلسطينية، هذا مرفوض. ليس فقط الأمريكان. طيب. وإسرائيل لا، هناك من يلعب في هذه الساحة أكثر من جهة وأكثر من طرف، فيجب الانتباه لكل الأطراف وليس فقط لأطراف دكتور معينة. سمير غطاس، من هم الأطراف التي يعني يتحدث عنهم ضيفنا سيد منير عندما يقول أطراف تتلاعب بالمشهد بين الفلسطينيين؟ هذا من جانب. على جانب آخر نتابع زيارة عباس الرئيس الفلسطيني إلى القاهرة. يعني جدير بالذكر أنها جاءت بعد ما رفضت من فترة ضمن منظمة التحرير أصلا المبادرة المصرية فيما يتعلق بتشكيل حكومة تكنوقراط. الآن ما الذي جرى، وأي أطراف عربية من مصلحتها كما يقول سيد منير ربما عدم وصول هذه الأطراف إلى بر الأمان مثلا؟ يعني قبل أن أجيب على سؤال حضرتك، يجب أن أقول أنه عن من نتحدث مع حماس. السيد غازي حمد هو صف ثاني في حركة حماس. الثلاثة الذين ترأسوا المكتب السياسي لحماس منذ 7 أكتوبر حتى اليوم صدرت عنهم تصريحات متضاربة. سيد هنية قال في الأول أنه نقبل دخول منظمة التحرير وحل الدولتين. سيد موسى أبو مرزوق أول رئيس للمكتب السياسي قال نقبل دخول منظمة التحرير والقرارات الدولية التي تعترف بها منظمة التحرير في النسخة البريطانية. في ثاني يوم عمل تصريح قال لا، هذا التصريحات التي خرجت مني خرجت عن سياقها، وهذا أمر مألوف شاهدناه في عشرات التصريحات. واحد يقول لا، واحد ثاني يقول نعم، وهكذا. وبالتالي أخي غازي ارجع لقيادتك وهات لنا صوت واحد من القيادة من قيادة حماس يقول لنا. عندنا صوت ثالث طبعا موجود الآن في لبنان يزعق من لبنان بصوت حزب الله وحزب إيران. إذا أردت من هي الأطراف الإقليمية، هي إيران. هناك تصريحات للسيد هنية الذين ذهبوا ليقبلوا يد الخامنئي في طهران، والذين قالوا أننا نقاوم حتى نخفف العبء عن إيران، عليهم أن يتخلصوا من هذه المسألة ويعودوا إلى بيتهم الفلسطيني. أنا شخصيا حضرت كل المفاوضات والمباحثات التي جرت من أجل الوحدة الوطنية من 2009، وأذكر هنا السيد غازي حمد بأن 2013 في الدوحة
وصل أبو مازن وصل خالد مشعل ولم يحضر ولا واحد من المكتب السياسي لحماس هذا الاجتماع، ثم طلب خالد مشعل وأنا حاضر وليرد عليه خالد مشعل، طلب من رئيس أبو مازن أن يجتمع مع المكتب السياسي ليقنعه. وبالتالي دعونا من هذه المسائل، لأنه الاتفاق التفصيلي الذي وقع عليه السنوار في القاهرة وأنا شاهد على هذا هو اتفاق 2017 2017 وقع عليه السنوار، وكان هناك اتفاقا تفصيليا بالتواريخ وباللجان وبكل شيء. ذهب السنوار الى غزة، فيعني فرضت عليه الإقامة الجبرية ولم يخرج منها الا بعد 3-4 شهور، وتم نقض كل ما تم الاتفاق عليه. المسألة الاولى هي ان توحد حماس خطابها وتكف عن المناورات اللفظية، لانه لم يعد هذا يجدي، لم يعد هذا يجدي لا في الساحة العربية ولا في الساحة الدولية. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية أنه حكومة، أي حكومة تنشأ في بعد الوقف إطلاق النار، على هذه الحكومة أن تنبثق من منظمة التحرير. منظمة التحرير ليست ملكا لأحد، هي ملك الشعب الفلسطيني، ولا توجد أي ثورة انتصرت إلا بممثل شرعي ووحيد لشعبها، وبالتالي هذه منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد. ولا يجوز كما فعلت حماس في السابق، جرت عدة محاولات وغازي بيعرفها، لمحاولة استبدال هذه منظمة التحرير بأطر أخرى، انهارت كل هذه المحاولات. وبالتالي تنبثق أي حكومة تكنوقراط أو غير تكنوقراط من منظمة التحرير، وتسمى من قبل رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية السيد إسماعيل هنيه عندما فازت حماس بالانتخابات، الذي سماه رئيسا للسلطة الفلسطينية هو محمود عباس. وبالتالي على حماس أولا أن توحد قرارها ورؤيتها، وأن تلتزم بمنظمة التحرير. كل الإصلاحات تأتي من داخل المنظمة وليست من خارجها، وتكف عن محاولة إنشاء نظم بديلة. وأي حكومة جديدة يجب أن تلتزم بالمنظمة وبقرارات المنظمة والشؤون والقرارات الدولية. طيب، واضح. نعود إلى الدور المصري والقطري والسعودي، ولكن بعد قليل إذن نناقش. إذن بعد قليل هذا الفاصل، هل تنضم حماس إلى منظمة التحرير وما موقفها من إسرائيل؟ نناقش المزيد ولكن بعد الفاصل، ابقوا معنا. أصدرت حماس قبل نحو 6 سنوات وثيقة سياسية جديدة فيها تراجع عن مواقفها السابقة القائمة على استعادة الحدود الفلسطينية التاريخية. التفاصيل نتابعها ثم أعود لأبدأ النقاش من جديد.
أعود لاستئناف النقاش. أسألك دكتور غازي حمد، استعرضنا يعني التغييرات التي أقامتها حماس فيما يتعلق بوثيقتها السياسية. سؤالي على غرار حدود 67، هل من الممكن أن نرى أي تعديلات تتخلى فيها حماس بموجبها عن العمل المسلح على سبيل المثال، الاعتراف بإسرائيل في ظل هذه الظروف، يعني الحرب من جهة، المحاولات العربية الفلسطينية من أجل الخروج من هذا المأزق، هل من الممكن أن نرى هذه التغيرات؟ طيب اولا دعيني اقول انه الكلام اللي تحدث فيه الاخ سمير غطاس كله بلا استثناء يفتقد الى الصحه ويفتقد الى المصداقيه، ليس في كلمه واحده صحيحه مما قاله بشان حماس. صلح لي موقف حماس ومواقف حماس، خلينا اكمل كلامي، ومواقف حماس وما طرحته حماس. حماس التي وافقت على المصالحه في 2014 و2017، وانا كنت شاهد وانا كنت جزء عملي، وانا اعتقد الذي اجهض المصالحه هو الرئيس ابو مازن. انتخابات 2021 التي اجهض ابو مازن، حينما ذهبنا الى اتفاق الجزائر الذي اجهض ابو مازن لي عشان القدس، انا اعتقد انه احنا موقفنا انت موافق على انتخابات لا توجد فيها القدس. نحن ذهبنا رجعنا، خلينا نكمل كلام. اسمح لي، انت موافق على انتخابات بدون القدس؟ دكتور غطاس اسمعني، دكتور غازي، انت موافق على انتخابات بدون القدس؟ لا تتهم، ليس صحيح ان تقول ان ابو مازن اجهضها. اذا موافق ان تدخل الانتخابات، ان حماس تدخل الحماس تدخل الانتخابات بدون القدس، قول انت بتاع المعابر، قول لي انت بديش ارد عليك. انا بقول لا، انا غير مفهوم ولا ابو مازن كلامك، لانه سنعود لنقطه حضرتك. خلينا نسمع دكتور غازي لو تكرمتم، ساعود لحضرتك دكتور غطاس. تفضل دكتور غازي. دعني اكمل كلام. تفضل. احنا كحركه حماس نحن الذين بادرنا في اكثر من مره، ونحن الذين دعونا اخواننا حتى بعد الحرب، اخواننا في حركه فتح، وأنا كنت موجود مع الشيخ صالح العرور الله يرحمه أن يحضروا لقاءات ورفضوا. لذلك الذي أعاد، وهذا رد على أخونا منير، الذي أعاد إحياء القضية الفلسطينية بعد أن ماتت بسبب اتفاقات أوسلو هو طوفان الأقصى. العالم هو الذي بدأ يتحرك اليوم على مسألة حل الدولتين وعلى إقامة الدولة الفلسطينية وعلى إنحاء الاحتلال والتطبيع الذي نامت عنه منظمة التحرير سنوات وسنوات، وإسرائيل طبعت مع الأردن وطبعت مع البحرين ومع الإمارات ومع المغرب ومع السودان، وكادت أن تطبع مع السعودية، والقضية الفلسطينية كادت أن تغلق. لذلك أنا أقول اليوم رغم الدم والدمار، نحن الذين حملنا السلاح وكافحنا من أجل أن تعود القضية الفلسطينية، ومن أجل أن نوجه ضربة لهذا الولد العربجي اللي اسمه إسرائيل الذي أراد أن يفرض أجندته على المنطقة. صحيح دفعنا ثمنا، لكن أنا أعتقد اليوم القضية الفلسطينية أصبحت على الطاولة، وأصبح الكل يتحدث عن حل السياسي وعن بناء الدولة الفلسطينية وعن إنهاء الاحتلال، وعن نحن الذين عرينا صورة إسرائيل وضربناها في العمق. لذلك أنا لا أقول هذا الأمر احتكارا، لا، هو الآن الأخوة في منظمة التحرير كان لهم جهد عظيم، حركة فتح بتاريخها المجيد لها جهد عظيم. واضح، لكن واضح هذا دكتور غازي، واضح هذا الشرح. واضح هذا الشرح. أنا سؤالي، هل ستكون هناك أي تعديل له علاقة بالتخلي عن العمل المسلح، كون الحديث الآن عن التوجه إلى الجهة السياسية من هذه الأزمة؟ طيب إحنا نغير ونبدل هذا شيء طبيعي في الحياة. إحنا لكن موقفنا واضح، نحن لن نعترف إسرائيل، ونحن لن نسقط الكفاح المسلح، ونعتقد الأخوة حتى في حركة حماس، في حركة فتح والفصائل الفلسطينية، لا أحد عنده قرار ولا يجب أن يقول أنه أسقط الكفاح المسلح، حتى حركة فتح حتى اليوم. ولذلك يبقى العمل السياسي والعمل المسلح ضد، لأنه هذا الاحتلال نحن وصلنا إلى قناعة نحن والإخوة في حركة فتح وكل الفصائل أنه هذا الاحتلال لا يفهم لغة السلام ولا المفاوضات ولا كل الدبلوماسي ولا القانون الدولي. اليوم صورة إسرائيل تعرض، لذلك نحن ما ندعو في حركة حماس إنه إحنا اليوم لا نريد أن نتحدث عن برنامج حماس ولا عن برنامج فتح. تعالوا نتفق على برنامج وطني متفق عليه، استراتيجية وطنية تقوم على تحرير الأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى. أنا أعتقد هذه الخطوط العامة تجتمع عليها كل القوى السياسية الفلسطينية، وقد يكون هناك بعض الخلافات، لكن انا اعتقد هذه الارضيه التي يمكن ان نلتقي عليها، التقينا عليها في اتفاقيه مصر.
أي. نعم. وضحت هذه الفكرة. اسمح لي أنتقل بنفس النقاش لأعود لدكتور سمير غطاس فيما يتعلق بالتصريحات أنت تحدثت عنها، أشرت بالبلوك الأول من النقاش بأنه تصريحات متباينة مختلفة من قبل قادة حماس. لو تحدثنا عن التصريحات اللي لها علاقة بالاعتراف بإسرائيل، كنا تابعنا تصريحات لقادة حماس خالد مشعل موسى أبو مرزوق حول إمكانية الاعتراف بإسرائيل، كان هناك جدل أثارت تساؤلات. سؤالي، ما هو حقيقة وجهة نظرك حيال موقف حماس من الاعتراف بإسرائيل في ظل كل يعني سلسلة الأحداث التي نتابعها من 7 أكتوبر حتى الآن؟ يعني لم يطلب أحد من حماس أن تعترف بإسرائيل أو تلقي بارودتها. الاحتجاج الأساسي هو أنه في الحكومات حتى التي تم تشكيلها التي سميت بحكومات الوحدة الوطنية، من يدخل الحكومة لأنه سيتعامل مع العالم الخارجي، هذه ليست إدارة دكانة داخلية. بس كان في تصريحات وشروط للرئيس محمود عباس والقرارات الدولية. إيه كان في شروط للرئيس محمود عباس لها علاقة بأنه الاعتراف بمنظمة التحرير. إيه؟ الحكومة يا عزيزتي، الحكومة الذي يدخل الحكومة، حركة فتح لم تعترف بإسرائيل حتى الآن ولم تلقي سلاحها حتى الآن، وليس مطلوبا من أي فصيل أن يقيم هذا. الذي يريد أن يدخل السلطة، هذه السلطة لها علاقة بالوضع الدولي، ليست لا تدير دكانا داخليا، لها علاقة بالوضع الدولي. من يريد أن يشارك في هذه السلطة، وسبق لحماس أن سمت أعضاء ليسوا محسوبين عليها مباشرة، ولكن الدكتور ناسي اسمه بس اللي في موجود في رام الله وشارك في هذه الحكومة، وبالتالي يمكن لحماس أن تسمي، وإن كنت أستبعد ذلك لأنه يعني المتاجرة بالشعارات. يعني بعد ما كنا حماس في 2017 قال الدولة الفلسطينية في 67، ثم التصريحات التي أشرت إليها هنية وموسى أبو مرزوق، خالد مشعل قبل شهر واحد خرج وكأنه هو الذي يدير العالم، قال لا أي دولة فلسطينية، نحن لا نقبل حل الدولتين، نحن نريد فلسطين من البحر للنهر. معقول جدا، بس لا تشارك يا سيدي، خليك أنت تقول الكلام ده، بس لا تشارك في الحكومة، لأن هذه الحكومة هي حكومة تتعامل مع العالم الدولي، مع الدول. هذا الدول بتقول لك أي حكومة جديدة فلسطينية منذ البداية يجب أن تتعامل مع الوضع ده. أما منظمة التحرير وإنه طوفان الأقصى هو اللي جاب منظمة التحرير، هي اللي جابت للفلسطينية، التي أحضرت للفلسطينيين دولة مراقب في الأمم المتحدة. والآن أغلب دول العالم تقول باستثناء إسرائيل، بتقول إن الذي يحكم قطاع غزة مرة أخرى ويديره هو منظمة التحرير، بين قوسين كده المعدلة، معنى التشبيه بالالتزام بالقواعد الديمقراطية إلى آخره، وهو مطلب فلسطيني قبل أن يقول دولة. وبالتالي لا أحد يستطيع أن يقفز على منظمة التحرير. ما فعلته حماس، لا نريد أن ندخل في جدل حول ما فعلته حماس، هل هذا القرار اللي أخذته في 7 أكتوبر كان قرارا فلسطينيا، ولا قرار لصالح إيران عشان يوقف ما اسمها غازي حمد في وقف التطبيع؟ بدنا نعزز قوة منظمة التحرير. ده المنظمة اللي عملته، ليس أنت خربتها، أنت بديل وأنت عميل لنتنياهو الذي كان ينقل الأموال من قطر لك. طيب. 30 مليون دولار أنت كنت بتدخلها من المعبر، انت كنت بتدخل 30 مليون دولار من المعبر. نسمعكم جميعا. طبعا بندخل ونفخر بذلك انه دخلنا فلوس لشعبنا الفلسطيني. طبعا نعم، بتفخر انه من تحت الطيارات الامريكيه اللي في قطر كان بيجي لك 30 مليون دولار شهري. نستأنف هو النقاش. ده اللي بتفخر بيها. طيب. استاذ المعابر، مشكوره لحضراتكم على وجهات نظركم. اسمحوا لي اسال سيد منير. واضح، اسال سيد منير. إيه بالضبط، هذا مش نقاش، خلونا نناقش بشكل أوضح لو تكرمتم. سيد منير، الحديث الآن عن هذه الحكومة، حكومة تكنوقراط، تأتي بالتوازي ربما، والحديث عن هذه الرؤية العربية، رؤية مساعي قطرية مصرية، والحديث عن رؤية ورقة مبادئ من 3 أقسام، يعني الحديث عن السعودية ترعاها والدول العربية. هل كل هذه الجهود فيما يتعلق بهذه الحكومة ستأخذنا إلى رؤية فلسطينية عربية ترتكز على هذه المبادئ؟ وقف الحرب، إعادة الإعمار، الوضع الداخلي الفلسطيني، الاهتمام ب يعني كل الجهود التي ستأخذها لحل الدولتين. يعني أي حكومة سوف تشكل هي بالتأكيد سوف تكون نتاج حوار فلسطيني، وليس حوار بين فتح وحماس فقط. هناك مجتمع مدني، هناك فصائل أخرى، هناك مستقلون في الحياة السياسية الفلسطينية، بالتأكيد سوف تأخذ كل هذه الأطراف. الموضوع السياسي من يختص به هي منظمة التحرير. الحكومة هي جهة تنفيذية تتبع لمنظمة التحرير وتتبع للسلطة
الفلسطينية وتحلف اليمين أمام الرئيس محمود عباس. الموضوع له علاقة أيضا بأن المنظمة الآن يعني بالاشتراك مع بعض الدول العربية أو الخمس دول العربية التي اجتمعت في المملكة العربية السعودية ذهبت باتجاه ثلاث مسارات للأيام القادمة، وذكر ذلك المسار الأول له علاقة بوقف الحرب، هو الموضوع الملح والعاجل والذي الكل الفلسطيني بحاجة له. الموضوع الثاني له علاقة برؤية شاملة للحل، وليس حل فقط بموضوع قطاع غزة بمعزل عن الضفة الغربية والقدس الشرقية، والثالث له علاقة بالعلاقات الفلسطينية الداخلية والحكومة الفلسطينية المزمع عقدها. ولا أعلم إذا يعني كان ممكن أن نصل في الحوار إلى هذه الحكومة أو لا نصل، ولكن سوف تكون بالتأكيد هي مدخل إلى العلاقات الفلسطينية والحوار الفلسطيني الداخلي. بعد إذنك أنا بس أريد أن أعود إلى موضوع صغير، يعني أرجوك أخي غازي لا تعفي الاحتلال دائما من أفعاله وما يقوم به ضد الفلسطينيين. من رفض أن تحدث هذه الانتخابات هو الاحتلال الإسرائيلي، منع إقامتها بالقدس، ولا حماس ولا فتح كانوا مع الذهاب إلى انتخابات بدون أن تكون القدس حاضرة بها. هذا تخلي عن وضع سياسي. وأنا أقول لك يوم أمس إذا ما تحدثت به وسائل الإعلام صحيح فهذه مصيبة كبيرة، أن يتم السماح للإسرائيليين الصلاة بالمسجد الأقصى أو إسقاط هذا الشرط من شروط حماس. وأنا أرجو أن أسمع منك إجابة صريحة وواضحة، هل صحيح أن حركة حماس أسقطت هذا البند من الشروط التي كانت موضوعة؟ ما تأخذ معلوماتك من الأخبار زي الأخ سمير غطاس بأخذ معلوماته من الأخبار. أنا بسأل فيك بشكل مباشر، ذكرتها كل وسائل الإعلام، قالوا بأنه تم إسقاط البند الذي له علاقة بدخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى. لو تكرمتم إذا كان هذا الموضوع صحيح أنا أستفسر منك. لا لو تكرمتم مش قادرة أسمعكم بشكل واضح الجميع بيتحدث مع بعض. أنا أستفسر إذا كان هذا الموضوع إذا اسمي. كان هذا الموضوع صحيح فهذه مصيبة. بالتالي خلينا نضل متفقين يعني بنهج واحد. حتى يا أخي غازي يعني ما قدمته حركة حماس، الورقة التي قدمتها حركة حماس، وأنا حتى اللحظة لا أعلم إذا كانت بنودها صحيحة أو غير صحيحة، أيضا فيها أخطاء سياسية واضحة، وهذا نتيجة غياب التنسيق الفلسطيني الداخلي والبعد الفلسطيني الداخلي وعدم التشاور الفلسطيني الداخلي. نذهب نتشاور في كل مكان ولا نتشاور مع بعضنا البعض في أي قضية تخص الفلسطينيين. أنت عندك منظمة سواء بقيت داخلها أو خارجها يجب أن تكون جزءا أيضا من الحوارات التي تحدث، لكيف سوف نصبح على طاولة واحدة ونتفاهم مع بعضنا البعض؟ وهذا يريد أن يعمل ورقة خاصة، وهذا الفصيل يريد ورقة خاصة، ويوجد بيت للفلسطينيين ممكن أن تخرج هذه الورقة من خلاله، وممكن أن تخرج الحكومة من خلاله، وممكن أن نكون جميعا متفقين وصلت هذه ويد الفكرة. واحدة ولا يستفرد الاحتلال الإسرائيلي بنا كل شخص لوحده يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي باستفراد. يستفرد في غزة ويستفرد في نابلس ويستفرد في جنين ونحن ما زلنا نتحدث عن أوراق هنا وهناك. اسمح لي أذهب بفاصل أخير قبل أن أعود بما تبقى لدينا من وقت مع حضراتكم. إذن بعد قليل، ما هو موقع حماس في التصورات الإقليمية والدولية حول إحياء حل الدولتين؟ هذا ما أناقش، ولكن بعد هذا الفاصل. شهدت منظمة التحرير الفلسطينية تحولات سياسية منذ تأسيسها قبل 60 عاما، ولكن قوى وازنة كحركة حماس بقيت حتى الآن خارج إطار هذا التمثيل. نتابع لو سمحتم. We'll be right back.
أعود لضيوف الكرام، بقي لدينا لو تكرمتم أقل من 7 دقائق. سريعا لو تكرمتم نجيب على الأسئلة الأخيرة. دكتور سمير غطاس، فيما يتعلق بالحرب برفح، نتنياهو يصر على أنه يعني هذه الحرب بجنوب القطاع هي التي ستحسم كل الحرب وسيتم القضاء على حماس. هل تعتقد بأنه نتنياهو يصرح للداخل الإسرائيلي أم هناك قوة عسكرية قادرة على فعلا حسم المسألة ميدانيا ولن نصل حتى إلى هذه الحكومة التي نتحدث عنها الآن؟ لا لا لا، أنا أكثر من يعرف الداخل الإسرائيلي وتابعه عن كثب منذ عام 1980. هناك نقاط إجماع داخل الحكومة الإسرائيلية رغم الخلافات الحادة بينهما، لكن هناك إجماع. الإجماع على نقطة الحرب، حتى أيزنكوت الجنرال المعروف وبني جانس المرشح الأول لخلافة نتنياهو يجمعون على حتمية الدخول إلى رفح لإنهاء هذه صحة عسكرية. مصر تلعب دورا أساسيا مع كل الدول العربية ومنظمة التحرير لتأجيل هذه الحرب عبر الاجتماع الذي حصل في القاهرة والذي يناقش الآن. ومصر دعت مرة أخرى الممثل حركة فتح الخليل الحية للإدلاء برأيه حول الصيغة المعدلة. يجب أن نضع جميعا في الاعتبار حماية الشعب الفلسطيني بعد 30 حركة حماس بعد 30,000 شهيد وأكثر من 60,000 مصاب وأكثر من 10,000 تحت الأنقاض. أي قرار تتخذه حركة حماس أو أي طرف آخر يجب أن يأخذ بعين الاعتبار حماية الفلسطينيين، وقفا لإطلاق النار، تبادل للصفقة. ولدى حماس زخر من الرهائن عليها أن تستكمل به المراحل القادمة. ربما يتدخل عامل خارجي ينهي هذه الحرب بصورة مشرفة وينقذ الشعب الفلسطيني. يجب يعني أن تدخل عامل خارجي تقصد يعني اتفاقية تقصد ماذا؟ مؤتمر سلام؟ هذا هو العامل الخارجي؟ هناك عدة اقتراحات. لا 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 لا، العامل الخارجي هناك عدة اقتراحات. في الاستراتيجية شيء يسمى البجعة السوداء وهو متغير غير محسوب. هناك مثلا طرح مشير المصري لإحدى وكالات الأنباء الروسية ويناقش الآن في بعض الدول الأخرى إخراج قيادة حماس على غرار ما حصل في بيروت. هناك عدة سيناريوهات. لكن علينا الآن المهمة الأساسية والعاجلة هي حماية 1,300,000 فلسطيني يمكن أن يتعرضوا لمذبحة كبيرة. لا يمكن أن ننقذ فصيل على حساب مزيد من الشهداء. دكتور غازي حمد، اسمح لي أسألك الآن، الجميع يعتقد بأنه حماس عند مفترق طرق، إما يعني هذه العملية العسكرية برفح التي تنوي إسرائيل اجتثاث حماس من خلالها، أو الاندماج في منظمة التحرير ويعني الانخراط داخل العمل الفلسطيني الموحد. أي اتجاه أقرب في هذه المرحلة حماس؟ يعني ما الذي ستختاره الآن؟ لا، احنا نعمل على كل الاتجاهات. احنا بنسير في الاتجاه السياسي، واحنا نريد أن نذهب إلى الوحدة الوطنية وإلى إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية وإلى ترتيب البيت الوطني الفلسطيني. وإحنا التقينا في أكثر مرة من بعض قيادات حركة فتح، وكان نقاشات أيضا. نحن لم نغلق الطريق أمام هذه القضية. لذلك نحن نعتبر أن هذه رأس مال الفلسطينيين، وأنا أعتبر أن هذه الطريق الوحيد من أجل أن نحقق الأهداف الوطنية، أن تكون هناك وحدة وطنية حقيقية قائمة على الشراكة والتوافق الوطني. في المسار آخر، نحن نعمل بأولوية أساسية أن نمنع العدوان وأن نوقف العدوان على شعبنا الفلسطيني. ونحن نحاول مع كل الوسطاء، مع الأخوة المصريين، مع القطريين، مع الروس، مع الصينيين، مع كل الأطراف، من أجل أن يوقف العدوان. المشكلة ليست في حماس، احنا قدمنا كثير من الرؤى الواضحة والمفصلة والمكتوبة لكل الأخوة الوسطاء. لكن هو أنا بتفق مع الأخ سمير أنه المرة بالفعل إسرائيل لديها قرار بأن تستمر في هذا الحرب. لكن هي ماذا تريد أن تحصل من رفح؟ هيا في خانونس إلى 3 أشهر، ماذا فعلت في خانونس؟ قتل وتدمير مدنيين، لم تحصل على شيء، ولم تدمر البنية التحتية لحركة حماس. يعني يوميا هناك مواجهة، هناك قتال ضد الاحتلال. حوالي 28,000 قتيل الآن منذ 7 أكتوبر. اسمح لي، بقي لدي أقل من دقيقة ونصف. أسأل ثم دخلت كل الأنفاق. أسأل سؤال أخير لسيد منير، إلى أي حد هذا التصعيد، نتحدث عن تصعيد بالقطاع بس التصعيد بالضفة الغربية، إلى أي حد يغير من المساعي من قبل فتح وباقي الفصائل أصلا في هذه المرحلة قبل الحديث عن اندماج أو حتى تواصل مع حماس؟ يعني إسرائيل هي تشن حرب على الكل الفلسطيني في كل أراضي دولة فلسطين المحتلة، لا تستثني أحد، وهي
تقوم بهذا التصعيد الكبير لتغطي على الجرائم في قطاع غزة وتفعل في المخيمات كما تفعل في المخيمات في غزة؟ هي تريد أن تمسح من ذاكرة الفلسطينيين شيء له علاقة بحق العودة وبالوجود الفلسطيني؟ وبالمناسبة الولايات المتحدة تريد أن تمارس ضغوطات وتريد أن تفعل شيء، عليها أن تقوم بمنع أو بتقديم سموتريتش وحكومة الاحتلال إلى المحاكم الدولية، وليس فقط إقامة عقوبات على بعض المستوطنين، 3-4 مستوطنين يعيشون بمستوطنة هنا أو هناك، لأن من يدير هؤلاء المستوطنين هو سموتريتش وبن غفير. بالتالي الأفضل هو أن يكون العقوبات على هؤلاء الوزراء وليس على مستوطنين هم تحت يدي هؤلاء الوزراء ويمارسون ما يريده هؤلاء الوزراء. التصعيد الإسرائيلي يعني يريد أن يخلط كل الأوراق، يريد واضح. أن يجعل الفلسطينيين ممزقين. أنا أقول لك إسرائيل وضعت حوالي 700 حاجز وبوابة على على القرى الفلسطينية، هذا تصعيد أخطر مما أيضا يحدث في قطاع غزة. بالتالي فصل القدس عن الضفة وغزة، كل ما تقوم به إسرائيل له علاقة بتشتيت الفلسطينيين وإبعادهم عن بعضهم البعض وبالقضاء على تمثيلهم السياسي المتمثل بمنظمة التحرير والذي يجب أن نحافظ عليها وأن لا نسمح لأحد أن يمسها أو أن يقلل من أهميتها. شكرا جزيلا ضيوفي الكرام، القيادي بحركة فتح سيد منير الجغوب من رام الله، أشكرك جزيلا على المشاركة، من القاهرة عضو المكتب السياسي بحركة حماس دكتور غازي حمد شكرا على المشاركة، من القاهرة أيضا رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية دكتور سمير غطاس شكرا جزيلا على المشاركة، أشكركم جميعا. وصلنا إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من على الحدود، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.